bersama dengan pihak Hilal Ahmar Palestine di Gaza. Hari ini kami selesai mengadakan training kegawat daruratan bencana untuk warga sipil di Palestina, di Gaza. Tentunya berjalan waktu 1 bulan kalau tidak salah. Dan ini pelatihan yang sangat penting, sangat urgent kita adakan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Karena kita ketahui sering terjadi agresi, sering terjadi peperangan. Dengan demikian mereka sangat membutuhkan dukungan pelatihan training yang diadakan oleh NPC bekerjasama dengan Bulan Sabit Merah Palestina. Saya pembina NPC dan atas nama masyarakat Indonesia menyampaikan jazakallahu khairan dan katsiran kepada antum semua yang telah memberikan dukungan kepada kami. Semoga ini menjadi amal kebaikan, amal jariah buat teman-teman kita di akhirat kelak nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang berada di Palestina, tepatnya di pelataran Bulan Sabit Merah Palestina. Alhamdulillah, sampai dengan saat ini kita telah selesai mengadakan sebuah pelatihan yang sangat penting, yaitu bagian dari program public capacity, yaitu pelatihan kegawat daruratan bencana. 200 peserta yang tergabung di sini, tentunya mereka semuanya adalah warga sipil. Kenapa kita mengadakan pelatihan seperti ini? Karena setiap terjadi peperangan, banyak sekali korban dan warga sipil kurangnya pengetahuan untuk ilmu evakuasi dan penanganan kebencanaan. Dengan demikian, ini adalah sebuah program sangat penting yang diadakan oleh Nusantara Palestina Center. Tentunya saya mengajak kepada seluruh elemen NGO di Indonesia untuk fokus juga mengadakan program pelatihan seperti ini, karena ini sangat bermanfaat untuk warga sipil yang ada di Palestina, khususnya di wilayah Jalur Gaza. Saya Bang Onim, pembina NPC, menyampaikan jazakallahu khairan katsiran kepada sahabat setia donatur Nusantara Palestina Center. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. طالبات وطلبة أتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ محمد على المجهود الذي بذله في هذا المقام. بارك الله فيك. الأخوات والإخوان، الآن نستمع مدير الإسعاف والطوارئ الأستاذ هشام عبيد في كلمة. الأستاذ يوسف عبد العزيز مدير الفرع يعمل طبعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بزبور الكريم عبد الله من مؤسسة التنسيق الحرسية. مرحبا بكم جميعا في الهلال الاحمر المصري في فرع شمال غزه. الاخوه في مؤسسه رعايه بيت الخير، اهلا وسهلا بكم جميعا. الاخوه المشاركين مرحبا بكم جميعا. احنا جميعا سعيدين بهذا اللقاء المفيد في مؤسسه غزه من المؤسسات الدوليه والمؤسسه التنسيقيه بالفعل في نظام الإسعاف ونظام البرنامج ودوار الإسعاف على مستوى مناطق دولة قطاع غزة. إحنا دورنا في تأهيل الهلال الأحمر هو دور التأهيل
والمحافظين أكيد أبناء المجتمع. إحنا هذه الدورات مش أول مرة نجري فيها على مستوى قطاع غزة، لكن إحنا في منطقة شمال غزة الآن مع كل المؤسسات تتابع المجتمع المدني والمجتمع المحلي كنا في الجامعات والمستشفيات. عشان كده راح نشوف ونقول ونقول نقول عليكم إيش المهم في الدورات هذه يكون فيها للاهتمام والمتابعة. يعني إحنا ما بنفع على أساس المحاكاة الدورات هذه للمجتمع المحلي على أساس إنه هو الجيران اليمين ونمشي، لا إحنا بدنا هذه الشغلات لسه وبنحسب جرأة إنه إحنا نمارس عمل الإسعاف الأولي حتى بيكون إحنا معاقب الناس إلى المجتمع صح إلى بيوتنا كفاية مؤسسة. عشان كده احنا يعني حابين نكون على تواصل دائم مع مؤسسة الديسي وان شاء الله نكون التعاون مشترك وبشكل مباشر مع رئاسة الجمعية مع جمعية الشباب الأحمر في المراحل القادمة. وبالنسبة لأخواننا في مؤسسة بيت الخير احنا بنرحب فيكم أي وقت. مؤسسة الدراسة نرحب فيكم، أهلا وسهلا فيكم، أنا معلمات على الموضوع مؤسسة بيت الخير هي اللي طالعة على الموضوع. في كل الأحوال احنا نرحب فيكم ونتمنى إن احنا نتواصل معكم بشكل مستمر في دورات مستمرة ودورات دائمة إن شاء الله في الفترات الجاية ونكون بكفاءة أعلى، لأن احنا عارفين وضعنا وعدم الاستقرار اللي موجود في بلدنا بيحتاج إن احنا كلنا مستمرين في وسع وفي مجال نقدم خدمات للقرية وتعامل بالملف في الإسعاف والطوارئ في قطاع غزة لأنه أهمية كبيرة عالية على مستوى القطاع إذا بتصل للوضع السياسي أو الوضع الاجتماعي بشكل عام في مسؤولية المؤسسات. عشان هيك بدي أقول مشكلة واحدة اللي حابب